لو سألنا الاتجار بالعملة حلال ولا حرام؟ التدخين حلال ولا حرام؟ حرام. ها؟ اوكي. لاحظوا ان هذه قضايا تثاب باستمرار على خلاف زي ما قلتوا. لكن يفترض ان اي خلاف باش يكون الجدال حوله مثمر. أننا نتفق على التعريف. إيش معنى حلال أصلا؟ إيش معنى حرام؟ لو عرفنا حلال إيش معناه، اتفقنا عليه، يبقى في أخذ ورد. وزي ما قلت مرة سابقة، راهو معظم حواراتنا تدور حول خلاف حول التعريف، وهذا يثير السؤال الأساسي والمحوري: متى يكون التعريف جيدا؟ ما شروط التعريف؟ هنا ثلاث شروط. أول واحد، الوضوح. يجب أن يكون التعريف واضحا، كلش تعريف غامض والله يحتمل أكثر من معنى. ولاحظوا أن الوضوح نفسه مش قيمة، بمعنى أن في سياقات الوضوح فيها غير مرغوب فيه أو ليس غاية. تقدر تفكر في سياق الوضوح فيها مش مطلوب؟ الرواية، الشعر، العمل الأدبي. العمل الأدبي أحيانا جزء من ثراءه أن يكون قابل لأكثر من تأويل. لوائح القوانين، يعني لوائح القوانين مرات في شيء ما تبيش يوه حتى بالشنو يصير بيصيرش عليه قيود. جميل جميل. أحيانا غموض النص القانوني يكون مقصود لهدفين أو لأحد هدفين. واحد أنه يعطي القاضي براح في أن يعمل حكمته. الثاني، وهذه صارت عندنا في تجربة، يعني أن أحيانا غموض النص الدستوري هو اللي يجمع بين الفرقاء. صارت في الهيئة التأسيسية، يعني جابوا نص كل واحد يقدر يقراها بشكل باش يحصلوا أصوات، لأن لو نقال صراحة في وحدين حيرفضوا. فنديرها بطريقة. المثل الآخر، التنبؤات تاع الكهنة والعرافين غامضة بحيث كل شيء في صالحها. بالضبط. وهذا يناقض ماذا؟ الدحضوية فلسفيكيشنزم. ليش؟ لأن كل حاجة في صالحك يبقى كلامك مش علمي. لما العراف يقول تجيه طالبة تقول له أقرأ لي الكف، والله قول له السنة الجاية حتصير لك حاجة تغير مجرى حياتك. تخرجت قول لنقا أنا قرأتها. أي شيء قالت. يبقى الوضوح قد يكون غاية أو مطلب في بعض السياقات،
لكن مش التعريف. ليش؟ لأنك أنت تبي تعرفني، تبي تعرفني بحاجة ما هيش واضحة. أوكي، لكن طبعا الوضوح أمر نسبي، يعني ما قد يتضح لشخص قد يصعب على آخر. فنحن نطالب بحد أدنى من الوضوح المناسب. المطلب الثاني في التعريف الجيد أن يخلو من الأدوار المنطقية. يعني ما تعرف ليش مفهوم وتستخدم نفس المفهوم، هذه وضحناها من قليل. وأحيانا راه المفهوم لا يرد في التعريف لكن ما زال في دور منطقي. كيف؟ نقول لك شنو تعريف الخير، تقول لي عكس الشر، هو الشر عكس الخير. شوفوا في كل تعريف ما استخدمتش نفس المفهوم، لكن في دور منطقي غير مباشر. يبقى أيضا يجب أن يخلو التعريف من الأدوار المنطقية بنوعيها، مباشر وغير مباشر. لكن أهم شرط في التعريف شنو هو؟ أن يكون جامعا مانعا، conclusive inclusive. به جامع لماذا ومانع لماذا؟ ايش معناها جامع اصلا؟ عشان نفهم فكره الجامع والمانع نبغى نميز بين حاجتين. حاجه اسمها اكستنشن، وحاجه اسمها intention. لاحظوا intention بالاس مش بالتي، مش intention بمعنى النية أو القصد، لا. بالعربي الintention هو المفهوم والextension هو ما سلق. مفهوم وما سلق، أسماء ممكن غريبة شوية لكن فكرة بسيطة. ما سلق، ما صدق، هاي مكتوب هنا، الما صدق. لو خذينا مفهوم، طبعا تعريف المفهوم هو ما تثيره اللفظة في الذهن من أفكار. هذا المفهوم، هذا المفهوم اللي هو intention. الintention لما نقول لك شجرة، ايش يخطر عليك؟ ما تثيره اللفظة من أفكار في الذهن. لما نقول لك شجرة ايش يخطر عليك؟ شجرة. استنى، فاكهة؟ لا. لا، الشجرة. ولا. الأقصار. في أشجار ليست خضراء. الأقصار والجنوب. مثلا. اللي مشترك في جميع الأشجار. ترى لما نقول لك سيارة، مفهوم السيارة ايش يخطر عليك؟ ما يخطرش عليك لونها. مثلا. واضح الفكرة؟ ده هو المصدق. هو مجموع الأفراد الذين يسري عليهم المفهوم. يعني ما صدق الشجر شنو؟ هو الأشجار. ليش؟ لأن كلمة الشجر تنطبق عليه. ما صدق البشر من؟ نحن، لأن يصدق علينا كلمة بشر. واضحة؟ يبقى عندي حاجتين، في حاجة اسمها مفهوم اللي هو من أفكار، وعندي مصادر ما تنطبق عليه هذه الأفكار. ولاحظوا أن هناك علاقة عكسية بين المفهوم والمصادر، بمعنى أنه كلما زاد المفهوم قل المصادر. كلما زاد المفهوم قل المصادر. كلمة quantity، يعني إنسان تسري على 8 مليار، لكن إنسان مسلم على 1.5 مليار، وإنسان مسلم عربي عليه 300 مليون، وإنسان مسلم عربي ليبي على 6 مليون، وهكذا. كل ما تزيد في المفهوم شو يصير للمصادق؟ يصغر. تمام؟ بقى.
التعريف لم يكون جامع أمتى؟ عندما يشمل جميع المصداقات. كأن مظلة التعريف يكون جامعا إذا كان ينطبق على جميع مصداقات المفهوم، ويكون مانعا إذا لم ينطبق على شيء آخر سواها. جامع ينطبق على الجميع، مانع يمنع اللي ما هوش مصداق. نأخذ مثال بسيط، لو قلت لك الإنسان كائن حي سكت، هل هذا معروف مفهوم جامع؟ نعم، يجمع البشر كلهم، كلهم كائنات حية، لكن مش مانع، لكنه ليس مانع. أوكي؟ خلينا نعطي مثال أوضح. الهاتف وسيلة التواصل، صحيح؟ نعم، لكن مش مانع، لأن هناك سبل أخرى للتواصل غير هواتف. مثلا لو قلت لك الخضروات أوراق نبات صالحة للأكل، في نباتات تكتب خضروات ورقية، هل هو مانع؟ لا مش مانع، مش شجرة. شنو هو كان أن الخضروات أوراق نبات صالحة للأكل. لا خضروات ما شجرة. هذا هو مانع ولا لا؟ فيه مانع. لا فيه مانع. ليه؟ لأن هو الخضروات كل باهي أوراق الشاي. الشاي أوراق نبات وصالحة للتناول، لكن ليس خضروات، يبقى له هو مانع ولا هو جامع؟ مو فهمت الفكرة أنت؟ أم تكون جامع وأم تكون مانع؟ مشكلتنا في التعريفات هذينا، أولا طبعا صعب جدا تحصل تعريف جامع مانع أصلا ابتداء، لكن في حاجة اسمها سيمي إكستنشن، شبه مصداق. شنو شبه المصداق؟ تو هذا واضح إن ما صدق لمفهوم الهاتف، صح؟ يسري عليه. واضح إن هذه ما صدق لمفهوم النظارات، إيش مشكلة؟ واضح إن هذا مفهوم ما صدق لمفهوم الكرسي. سؤال، به كرسي أحد أرجله مكسور، كرسي ولا لا؟ شوف فيها خلاف، كرسي مكسور كانت بالمفهوم ده، لا هو السؤال ما صدق ولا لا؟ حسب المفهوم، ما هو شنو مفهوم؟ هو عاش على كرسي، شنو مفهوم الكرسي؟ زين اسمه كرسي ولا لا؟ جميل 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 اللي قالها صبري تو. خليكم معايا، لاحظوا راهو مشاكلنا كثير، مشاكلنا في المصادق، في شبه المصادق، يعني عارفين الكذب غلط والصدق صح، يعني أخلاقي ديني لآخر، بهي كذبة الطبيب على مريضة شنو واضح؟ وين كذا شبه المصدق؟ بمعنى خلاف. القتل حرام، لا هذه مش كلمة فهمتهاش أنا، كذبت الدكتور على مريضة كذبة الطبيب على مريضة الميؤوس من شفائه،
ما شاء الله اليوم وجهك منور. حتى هذه فيها خلاف. فيها خلاف. خلينا شنو الصح توا. اليوثنيزي. يوثنيزي. قتل الرحمة. القتل رحمة. مش القتل الرحيم. القتل رحمة. شنو عمل أخلاقي ولا غير أخلاقي؟ خلافي. ليش؟ لأن شبه ما صدق للقتل. هل هو قتل فعلا ولا حاجة أخرى؟ واضح؟ الإجهاض. هل هو قتل ولا بغض النظر عن موقفنا من المسألة؟ العلوم الإنسانية علوم ولا مش علوم؟ علوم. في اللي يقول لك لا. خلافية. نعم صبر. عايش كان سؤال الذي راود فيه من بديت النقاش. شرح نحب نطرح الطريقة بسياق عموم مربوط بالكريتيكال ثينكينج من جهة. هو ايش المرجعية بتاعنا في فهم الأمور في تقييم الأمور من حولنا؟ هل مرجعية دينية ولا مرجعية علمية ولا مرجعية إنسانية؟ جهة من النولج من جهة ولا هي كوليكشن مع بعضهم والفهم بتاعك انت وتقييمك الامور وحكمك عليها اخلاقي وغير اخلاقي وتصنيفاتها اللي ذكرناها من بدري جدا مستقامه. نعرف فيصل في اي يعني ريسبونس يكون منك فانت ما تتمنى يعني ايش بتقول خلينا نقول ان المرجعيه ممكن نحاول تفصل أنا أعتقد أن طرح كل هذه الموجودات كتفسير للأعمال الأخلاقية يعني المرجعية الدينية موجودة المرجعية النظريات التي تناقش عليها الدكتور لكن توا طلع مفهوم جديد هو الترانس كالتشرال ثيوري اللي هو يحاول أن يجمع بين المشتركات الإنسانية كلها ويفسر هي تشكل المرجعية للأخلاق. نعم يعني خلينا نقول كإجابة هو سؤال مهم الحقيقة خلينا نقول إن المرجعية لا يمكن أن تحدد مسبقا لأنها ترتهن للسياق. بمعنى يعني نناقش في قضية علمية إيش علاقة المرجعية الدينية مثلا نناقش في قضية فنية إيش علاقة علوم الاقتصاد بالمسألة السياق هو الذي يحدد المرجعية. المشاركون في الحوار أيضا يعني هل تتخيل أن طبيعة النقاش اللي سير بين مجموعة علماء ينتمون إلى تخصص معينة هو نفس السياق الحديث لو صار مع ناس من تخصصات مختلفة حيتغير. لكن خليني أكد على فكرة شبه المصادق كيف أن كثير من خلافاتنا وأوضح مثال العلوم الإنسانية النظرة الدونية للعلوم الإنسانية منين جاية؟ منا في وحدين يعتبرها مش علم حقيقي بسؤال به من هو اللي صح؟ كيف نحسم بشكل مجرد عام؟ ملش علاقة بالسياقات كيف نقول بصفة عامة شنو وضع شبه المصادقات؟ وين نحط من هنا ولا هنا؟ وين نحط كذبة الطبيب على مريضه عمل أخلاقي ولا لا أخلاقي كيف ندير بصفة عامة الإجابة باختصار إذا كان لديك تعريف جامع مانع حصلته ظفرت به واضح فإن هذا التعريف يتخذ صبغة معيارية بالنسبة لشبه المصادقات بحيث يحق له تصنيفها في أي جانب يشاء كلام عام لكن موضح بمثال يعني أنا عرفت العلم وقلت أن العلم هو نشاط يطبق نشاط يفسر الظواهر باستخدام أنجع الأساليب المتوفرة
في اختبارها. هو نشاط هدفه شنو؟ يفسر الظواهر بشنو منهجه؟ أفضل منهج متوفر في الاختبار هذا هو منهجه. الآن العلوم الإنسانية اللي كانت شبهة واكتشفنا أن التعريف هذا جامع مانع. ايش معناها جامع مانع؟ يعني يسري على العلوم كلها ولا يسري على أي شيء آخر سواها. لو حدث ذلك يبقى تعريفنا جامع مانع. نجي الآن اللي داير مشكلة دي علوم إنسانية ونطبق عليه تعريف. ايش طلعت؟ ما صدق ولا لا؟ طلعت ما صدق؟ خلاص طلعت ما صدق. ليش؟ لأن الآن عنده صبغة معيارية. الآن عنده حق هو اللي يقول. أنا عرفت الكرسي بأن مقعد صالح للجلوس. قادينا التعريف صح ولا لا مش مشكلة. جاء الكرسي اللي كراعه مكسور. صالح للجلوس؟ لا يبقى مش ما صدق. واضحة الفكرة؟ أوكي. حننتقل الآن لآخر فقرة. لاحظوا أن الفصل الثاني له علاقة بالحساسة المفهومية. هذا عنوان الفصل. الكتاب أصلا مؤلف من تمهيد وثلاث حساسات: مفهومية ولغوية ومنطقية. بشنو هي الحساسة المفهومية؟ تذكروا قلت أن نستخدم في كلمة حساسة بدلا من كلمة مهارة. ليش؟ نوع من التواضع. لأن أنا لا أزعم بأن في هذا في هذه المادة أو بهذا الكتاب أستطيع أن أعلم مهارة التفكير النقد، لكن يكفيني أن تكون عندك حساسة، عندك القدرة على استشعار مفهومية، أي استشعار الفروق بين المفاهيم بحيث ما تخلطش بينه، لأن الخلط بينه ديما يدير في مشاكل. فنبغى ناخذ مجموعة مفاهيم ونحاول نتساءل، نطبق الفكرة، هل نحن فعلا قادرين على تحليل كل مفهوم على حدة بحيث ما نخلطش بينه؟ ناخذ مثال، مثلا التطرف والإرهاب. سؤالي بسيط جدا، ما الخلل في التطرف؟ الخلل. شنو الخلل في التطرف؟ ليش ديما نحن ضد التطرف؟ الغلو هو التطرف. يبقى السؤال مثل قائم، ما الخلل في الغلو؟ ممكن ما يؤدي إلى الإرهاب، يؤدي إلى تصرفات أو أعمال لا تتناسب مع الحق والجمال والكلام اللي احنا الخروج عن المألوف. عرفنا التطرف. خلينا نرد عليها هذه قبل. خروج عن المألوف. هل التطرف خروج عن المألوف؟ هو التطرف خروج عن المألوف، لكن هل الخروج عن المألوف لا مش تطرف. هل الخروج عن المألوف شيء غير مرغوب فيه؟ يعني مش بالضروره، يعني راهو المألوف في بلادنا شايفينه ولا لا؟ بالعكس الخروج عليه هو اللي صح. فضل. هل يعني هو اللي هو في الرسل والانبياء؟ نعم. انا اقول ان التطرف كتطرف مش ديما غير محمود. مرات في تطرف مطلوب، يعني تطرف في العلم يخلق قضيه العلم. لكن يعني على حسب السياقه على حسب. تمام. جميل. فضل سؤال. انا بس تبيني تعريف التطرف قبل. شو مقصد كم التطرف قبل؟ التطرف لا قش الدين. في عندنا التطرف هو انت يدرس التطرف الذي يكون هو تشبث بالفكر، تشبث للاكستريم. جميل جميل. في تعريف ضروري نميز بين التطرف والإرهاب، هذه واحدة. ميز من التطرف والطرف الديني.
هذه الثانية. وميز بين التطرف والتشبث أيضا، المتطرف قد يكون متشبثا، بمعنى ان عنده ادله وعنده شواهد ومستعد يغير رايه، لكن هو متطرف في الدعوه للسلام. ولاحظوا له ان اي مجموعه اراء، لو خذينا احنا اراءنا من اي موقف، راه في واحد هنا في واحد هنا، في اثنين متطرفين، يبقى بالضبط يبقى التطرف في حد ذاته لا غبار عليه، ما عندناش حاجه ضده. موضوع ثاني مالا، اوكي. ولاحظوا شوفوا الخلط اللي يصير، شوفوا الخلط اللي يصير في مساله التطرف. معظم ان لم يكن كل الارهابيين متطرفون، صح ولا لا؟ هذا لا يعني ان معظم إطلاقا. وحاجة أخرى لا علاقة، رأوا الآن خلط بالحاجتين، وضع خلط واجد عندنا. معظم الإرهابيين اللي في العالم، وهذه حقيقة بنقبلوها، مسلمين، معظمهم نحكوا عليه أرقامه، هل يعني معظم المسلمين إرهابيين؟ هل يعني أن معظم المسلمين إرهابيين؟ إطلاقا. يا سيدي كم إرهابي في العالم؟ مليون؟ مليون إرهابي في العالم لنفترض، وتسعمائة ألف إرهابي مسلم، خلي المليون كله مسلمين، مليون من 1,600,000. شفتوا كيف العكس؟ يبقى رغم أن صحيح معظم المسلمين إرهابيون، لكن لا يعني ان معظم الارهابيين مسلمين، ولا يعني ان معظم المسلمين ارهابيون، رغم انهم يعاملوا هكذا في العالم. اي واحد يخش لاي مطار في اوروبا لما ينعرف انه مسلم يعامل بمعامله خاصه. اوكي، خلينا من التطرف والارهاب. العشوائي الممثل representative sample وراندوم سامبل، شو الفرق؟ مفهومين مختلفين. اي عارف شو الفرق؟ له العشوائي قد لا يكون ممثل، العشوائي قد لا يكون ممثل اصلا. اوكي، والممثل معيار مثلا ارقام، انت جبت المعيار تاعك اول واحد ثالث واحد خمس واحد اختار، هذا معيار حطيته انت. اوكي، العشوائي يعني عشوائي انت انت لا عشوائي، عشوائي في البحث العلمي عشوائي. العشوائي هو فعلا فهمت صح، العشوائي هو انك انت تختار بدون اي معايير، بدون اي قيود، تختار بالعينه معينه او هذا هو العشوائي. إيه هو اللي بدك معيار؟ أنا ما أسأل عشوائي. لا لا عشوائي إن كل العشوائي هو إن كل المختارين عندهم equal chance. هذا التالي. هذا التالي. هذا التالي صحيح. أوكي، خلينا نقول التالي. طبعا العينة اللي هي sample هي عبارة عن جزء من كل، من مجتمع الكل يسموه فيه.
جزء مهما صغر. يعني أنا عينة على البشرية كلها، صي عينة صغيرة واجد لكن عين، قطرة قطرة من محيط هي عين عليه. العينة تكون عشوائية إذا كان فرص أعضاء المجموعة الكلية في الانتماء إليها واحدة متساوية. يعني لو قلت أنا من المجموعة هذه نبي نختار الدكاترة اللي درسوا في الاي تي، أنت ما عندكش فرصة، أنت ما عندكش فرصة، لكن الدكتور عنده فرصة. يبقى فرصك مش متساوية، يبقى عينتي ليست عشوائية. بالضبط، انتقائية أو قصدية. أوكي. هذه هي ممثلة لا لا لا. خلينا نجيب ممثلة توا. متى تكون العينة ممثلة؟ عموما التعريفات تقول فيها يعني مأخوذ بها، لكن أنا عندي مفهوم العينة تكون ممثلة عندما تعكس الخصائص المعنية في المجتمع. في المجتمع الكلي. بمعنى لو نسبة الذكور إلى الإناث في الجامعة الدولية هي 34% جامعة كلها 34% طلاب، وأنا خذيت عينة ما بصرف النظر كيف خذيت، وطلعوا نسبة المجموعة اللي خذيتها 34% عينتي ممثلة، عكست بالضبط. أفضل مفهوم العين الممثلة مفهوم أنطولوجي، لا علاقة بالواقع. نحن اعتقدنا هذه ممثلة، مش راهو ممثلة لها إجراءات إبستيمية، بمعنى أنك في آلات تبي تطبقها أنت، لها عملية تحقق بشري، لكن ممثلة راهو معناها هي تعكس الواقع بصرف النظر انت عندك ادله ولا لا. اوكي، هذا ليش يا دكتور عادل العينه الممثله، اسف العينه العشوائيه قد لا تكون ممثله، صح؟ في احيان كثيره العينه العشوائيه مش ممثله، ما تعكس تماما، وممكن جدا العكس، ممكن عينتي الانتقائيه هي الممثله، صح؟ يتصادف أني خليت وحدين، خليت مجموعة، والمجموعة هذه بالضبط عكست الخصائص اللي في المجتمع الكلي. السؤال الخطير الآن، إذا كان العينة العشوائية قد لا تكون ممثلة والعينة الانتقائية قد تكون ممثلة، فلماذا نفضل العشوائي عن الممثل؟ السبب بسيط. السؤال نقوله مرة أخرى. اتفقنا على أن العين قد تكون عشوائية وما هيش ممثلة. وعلى فكرة له
نقدر نقوله في أحيان كثيرة عينتك عشوائية لكن ما تطلعش بالضبط، مش ممثلة تماما. ويتصادف أحيانا أنك تختار مجموعة انتقائيا مش عشوائيا وتمثل المجموعة الكلية. إذا كان هذا كهذا فلماذا نفضل العشوائي على الممثل على الانتقائي؟ نعم الآن أنت أجلت سؤال، ولماذا العشوائي يقلل من تأثير الباحث؟ لا هذه تفاصيل إجرائية. صبري. تفضل. في سياق كلا المرايا التوفي الباحث أصلا يبحث عن الحقيقة. يبحث؟ عن الحقيقة. أكيد. من أجل الحقيقة تكون عليه بعملية الباحث بتاعه. جميل. الباحث هنا بميثودولوجي ولا أبروش بيستخدم. الأبروش هذا وصل لحد معين وكانت راندم ولا نان راندم سامبلي بروتيك معنى؟ ففي هذه الحالة هو بيعمل عن طريقة للتوسط طويل للحقيقة كما يراه هو، وبالتالي ممكن يمشي العينة القصدي، ممكن يمشي العينة الراندم سامبل سايز، ممكن يأخذ بأي طريقة من الطرق، وبالتالي مش بالضرورة أن يتفقوا فيها الإجابة بتاعها. وبالتالي حتى الأوثرز تاع الميثودولوجي في من مشاعر الكوانتيتيف في مشاعر الكوالتيتيف في مشاعر الميكسر لما يتكلم عن الرياليتي والتروف. وبالتالي نحن نجم نوصل مره ثانيه الى دي بي باك تو سكوير نمبر 1 اللي هو واتس رياليتي واتس تروف. هنا قودك في البروسيجرز بالكامل نحو الرياليتي. لا هو شوف يعني كلامك صحيح، ولاحظ ان حتى اختيار الاسلوب اسلوب بعينه في اختيار العينه هذا تمليه ظروف كثيره. اوكي يعني احنا بدنا انك مثلا عينتك تكون كبيره قدر الامكان مثلا ومتنوعه قدر الامكان، لكن احيانا ظروفك لا تسعفك في ذلك. اوكي احيانا تجد نفسك تدير في دراسه حاله تاخذ في حاله واحده بس لان لاسباب اخرى. لا لكن بغض النظر عن هذه التفاصيل ما أود قوله السبب الذي يجعلنا نفضل العشوائي على الانتقائي رغم أن العشوائي قد لا يكون ممثلا ورغم أن الانتقائي قد يكون ممثلا هو أن فرص العشوائي في أن يكون ممثلا أكبر دائما من فرص الانتقائي في أن يكون ممثلا، مسألة probability فقط. okay. خلينا ننتقل لآخر حاجة اللي هي فكرة العملية والنتاج، هذين أيضا مفهومين المعرفة واليقين خلينا نأجلوها. ايش قصدي بالعملية والنتاج؟ نحكي على process و product. process و product في معظم الأنشطة البشرية والممارسات البشرية عندنا عملية تسير وعندنا ناتج يطلع في زراعة في حرث وبذور وفي غلة. لو سألنا في المطلق أيهما أهم؟ هل في إجابة؟ صعب صح؟ لكن مع ذلك يجب أن ننتبه إلا أن لما نجي للتفاصيل في أحيان كثيرة واحد منها أهم من الآخر، ويجب أن ندرك ذلك جيدا حتى نفهم ما يحدث. خلينا نأخذ مثال بسيط، خلينا نأخذ التفكير الناقد تدريسي للتفكير الناقد. أين أهم، العملية ولا النتاج؟
عملية. تذكروا قلت أنا ما يهمنيش الرأي اللي تاخذه أنت، لا لا، لكن السؤال كيف وصلت له؟ هذا المحك. تمام. في كرة القدم أين أهم؟ كرة القدم أين أهم؟ في كرة القدم أين أهم؟ العملية. والله المتعة اللي تخلقها. لا، العملية يعني لعب الكرة والله الأهداف. فريق النصر أحسن فريق، لكن ما خاص. يعني النتيجة هي مش هتغير يعني لا، سؤال. في فريقين، في فريقين. أو قال لك النصر يلعبوا لعب جميل لكن يخسروا. ده خلينا نقولوا، اوكي بلاش اهلي عشان ما نثروش حساسات، بلاش اهلي خلينا نقولوا شوفوا من الفصل الموسم الماضي لعبت برشلونه وفالنسيا، نسبه استحواذ برشلونه على الكوره 78% من الوقت، طلعوا خصمين 2-2. ممكن تعرف هاورد كوسيل يا طه؟ مر عليك هاورد كوسيل؟ هاورد كوسيل هذا أشهر معلق فوتبول، أمريكان فوتبول في أمريكا، شهير، عنده عبارة شهيرة: It is not how long you keep the ball, it is what you do with it. مش مهم كم استحوذت على الكورة، ايش درت بيها؟ في الشعر أين أهم، العملية ولا النتاج؟ العملية. دكتور نجيب، كان سمحت لي لو جينا لمفهوم التوتال كواليتي مانجمنت وأخذنا الهيستوريكال ديفلوبمنت الكونسيبت تبعي سينس إت واز ستارتد في الأربعينات عند اليوم، حنلقى أن جميل. وأنا راه قلت المحاضرة السابقة، قلت تنوع الدكاترة الموجودين في التخصصات اللي ما نعرفش عليها أنا ولا حاجة، هم اللي حيربطوا بين كلامي وبين تخصصهم، باش يربطوا طلبتهم بالقصة. جميل جدا، يا ريت باستمرار الأشياء هذين تقال باش. نعم لما كان التركيز على الكواليتي كنترول كان يرفع البرودكت. نعم. واحد من المثل كنا خير بكتير راضي في الخطة اللي كان بيرميها. نعم. والطالبوني سيحاق بقى شيء فيه. جميل. وراء الناس مش مياه تقول الكواليتي كنترول بوش الكواليتي أشورانس. في كل مستير عندك مجرم. في كل مستير عندك مجرم. إذا حساسة صحة طبعاً. بس تضمن عشي معروف في النهاية. حلو. الشعر أين أهم؟ لك أنت؟ لك أنت البراية؟ لأن أقارب العملية الشعرية، نقصد القافية والنظم والروي وال والله شنقال بعدين الصورة الشعرية البرودكت المعنى اللي طلع وإلا النظم أعتقد المقصود بها كيف دار القصيدة، ومش هذا اللي يهمني هذه دار في الصحراء، دار في فندق، لا لا لا، نقصد العملية العملية الإجرائية في صناعة القصيدة. هل أنت قاعد عندك تفعيلة وعندك بحر وعندك قافية وحر؟ والله هذه القصة نعم. ألفية ابن مالك شعر، لكن هو في الواقع نظم، مش شعر بالمعنى. أوكي. في الدستور أين أهم؟ في صناعة الدستور أين أهم؟ عملية صناعته والله ما أسفر عنه. ها؟ أنا بعتقد الاثنين مهمين. لا، لو قلنا واحدة أهم من الأخرى.
لا ما نحكيش نحكي على إجراءاتهم في صناعة الدستور، ماذا فعلوا لصناعته؟ احنا مرة معطلة طلعنا الدستور كنا بنرعى طول مستخبات يتضرب عليه شهرين لأن الدستور أحسن من اللي تقوله، فأنا اللي يهمني هي الناتج. ها؟ الناتج. أوكي. أنا اللي بنفكر الشيء الافتراض الأول أن البروسس السابقة للإنتاج البرودكت ماشية سموثلي كوركتلي من البداية، هذا افتراض يخليني الآن نفكر على البرودكت رايح بغض النظر عن البروسس السابقة. يعني ضمني أن افترضت أن هذا الاختيار الكفاءات والبروسس فيها شفافية والأمور ماشية بشكل بدون كذا، ما أنا معش نفكر في البداية. لكن في ظل الظروف الحالية اللي أنا شايف البلد ليش ماشية بشكل صحيح، أنا ما عندي ثقة حتى في الدستور الحالي. هو طبعا هو السؤال راهو لاحظوا لنا عام، اوكي ما نحكوش على ليبيا بالذات، لكن طبعا في الادبيات حتجدوا ان هناك استحقاقات للعمليه الدستوريه، تذكرت واحده منهم، حاجه اسمها المشاركه، حاجه اسمها الشفافيه، وحاجه اسمها التوافقيه، وحاجه اسمها الشموليه، اربعه. اوكي لما نقول لك توافقيه، أن أعضاء اللجنة توافقوا، وأعضاء اللجنة أصلاً منتخبين فيمثلوا في شرائح. لما نقول شفافية معناها أن الجلسات تكون معلنة على الجميع، حيث يعرفوا الناس كيف وصلوا كل بند في الدستور أو كل مادة. لكن الناتج معناها نقدر نجي نقعمس فيه وحدي ونختار أحسن دستور في العالم، هذا الناتج. لكن هل هذا هو الدستور الذي يناسب هذه البلد أم لا؟ موضوع آخر. في الدين أي أهم؟ في الدين أيهما أهم؟ العملية ولا الناتج؟ لاحظوا في حاجة اسمها، نعم عشان نقرب موضوع أكثر، في حاجة اسمها فورماليزم اللي ترجموا فيها الشكلانية أو الصورانية. شنو الشكلانية والصورانية كمذهب؟ الإعلاء من قيمة الشكل على حساب المحتوى. وحتجد أن الصورانية قاعدة في حاجات واجدة في حياتنا، يعني بالتأكيد النزعات السلفية عندها نزوعات شكلانية، في إسراف في الاهتمام بالشكل، باللباس، بالشكل اللحية إلى آخره. جزء من الرياء، الرياء على سبيل المثال هو اهتمام بالشكل. نعم 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 نعم. وهذا ما قصدنا لما نقول لك شكلانية، لاحظ حاجة، وزي ما قلت خليني نكرر لأن حتى لا يساء الفهم، راهو الموضوع مرة أخرى ما لش علاقة بموقفي أو مواقفك من المسألة، لكن كيف فكرنا فيها هو المهم. يعني تو مثلا المراسم، عارفين المراسم ولا لا؟ واضح العنصر الشكلاني فيها صح؟ يعني لدرجة أن ممكن تصير حرب ولا خصومة بين دولتين لأن رئيس الدولة هذه لما زار هذيك ما أطلقوش 21 طلقة، أطلقوا 19 بس، ولا ما فرشوش البساط الأحمر. شكلانية في طقوس الزواج واضح. نعم نعم، او هو لاحظ راهو الشكلانية ليست دائما مذمومة. انتبهوا في سياقات الشكلانية مهمة جدا. ابرز حاجة الشكلانية فيها مهمة الرياضيات والمنطق،
بول جابر تو الجبر سين زائد صاد يساوي صاد زائد سين. بشنية سين ماليش علاقة شنية سين. أيا كانت سين الشكل فقط. طبعا لاحظوا حاجة إنك باش تصل لهذه المرحلة باش تصل في علم ما لأنك كنت شكلاني هذه تحتاج إلى مرحلة متقدمة جدا من النضج. ليش؟ لأن الرموز معناها أنت عندك قدرة على التعميم وهذه بعض العلوم وصلتها يعني في الفيزياء تلقى في معادلات صح ولا؟ لما تدير معادلة منها خلاص أنت تجردت تماما من التفاصيل الأخرى بالضبط. ولذلك حتى من علامات نضج التخصص المعرفي قدرت على صياغة معادلات قدرت على التجريد قدرت على إهدار التفاصيل حتى من تحليلها بالضبط. أوكي. عشان نختم بالمعرفة واليقين هذه آخر حاجة هنأخذ حوالي 3 دقائق. إيش معنى معرفة؟ شنو تعريف المعرفة؟ أن نبحث عن تعريف جامع مانع بالشروط اللي بدري. نعم. المعرفة موضوع مفهوم عام يشمل العادات التقاليد الثقافة يشمل أشياء كثيرة. هذين مكونات المعرفة. نعم. لكن شنو هي؟ المعرفة الصورة أنا أقول هي الصورة الذهنية للأشياء. والله الامر ابسط من هيك بوالد. يعني انا عارف ان اليوم السبت. انا عارف ان اليوم السبت. عارف ولا لا عارف؟ انا اقول وين منطقيه فيها لا منطق ولا مفاهيم ولا موضوع بسيط جدا. انا اقول معتقدات ان الواحد كل كائن بشري عنده معرفه. معرفه هي الصوره الذهنيه. انا اطلب في تعريف المعرفه فلا تستخدمها يا سموسي. الأفكار المعتقدات جزء من ما الذي جعل الأفكار والمعتقدات معارف؟ نعم زلنا نفهم إدراك الواقع وإدراك إدراك الواقع إدراك الواقع على المعرفة زي أنت معرفة إن اليوم سخن إدراك عشان لأن الوقت لا يسعفنا في معادلة شهيرة اسمها كي يساوي جي تي بي. Knowledge is justified through belief. المعرفة اعتقاد صادق مدلل عليه بشواهد قاطعة. طبعا البي stands for what؟ البي stands for what؟ belief. belief. justified through belief. شوف العلم نوع من المعارف لكن معرفتي ان اليوم السبت معرفه ما هيش علم justified through belief justified doesn't mean proven ولا not necessary justified معناها ادله قاطعه انا اعترف ليش المقياس القطعيه ردوا نفس الجذريه خلينا 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 بالوحده خلينا بالوحده بالوحده بنعرفوا هذا ولا شنو هذا ترو ايش معناه ترو صادق ها تعرف الشيء حقيقي شنو تعريف التروث تروث هي على حسب التعريف الثلاث المعايير الاساسيه اللي حطيناها من بدري التروث الحقيقه العلميه انت تقصد او
الجملة تكون صادقة إذا طابقت الواقع، طابقت الواقع. أوكي؟ بليف، إيش معنى بليف؟ أن لا يمكن نعرف حاجة إلا إذا كنت I believe in it، بمعنى إذا شككت فيها فأنا لا أعرفها حتى لو كانت صادقة وحتى لو أدلت عليها قاطعة، طالما أنا شاك يقول ليش أعرف؟ من يشك لا يعرف، من يشك في أمر لا يعرفه. هذه الشرطين ها؟ كيف؟ استنى استنى أعطيني مثال، أعطيني حاجة تشك فيها وأنت عارفها كيف؟ هذا contradiction in term. هذا صراحة طلع من مهم جدا ومحتاج أنا أروح ربما بين نظري في فهمي لأشياء فهمها في السابق، فمحتاج نتعمق فيها أكثر للكويشن هذه خليك والمصدر بتاعها. أوكي لا أوكي خليك معي خليك معي بس أنا عارف عندك شكوك لكن حنبددها شكوك هذه حنطمنك، اصبروا علي شوي بس اصبروا علي شوي. بليف معنى أن يقر في 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 وجدانك في خالدك أن الكلام هذا صح، لكن لاحظ أنك you might have a true belief لكن you don't know. يعني أنا أعتقد عندي اعتقاد هيك أن توا الضي جاء لقاري يونس وفرضا جاء فعلا، هل أنا أعرف أنه جاء؟ عندي شذلة حتى هنا هيك قلنا وقته جاي أكيد جاي توا، ما عنديش أي دليل يبقى ما تعرفش، يبقى من لا يشك لا يعرف واللي كلامه غلط ما يعرفش. Still there is something مهم. Justification. Justification أهم شيء في اللعبة بتاع المعرفة. هذا مفهوم انطولوجي ولا ابستيمولوجي؟ هذا النموذج متاع الابستيمولوجيا، لأن كلمة ابستيمولوجي معناها معرفي أصلا. بليف شنو؟ انطولوجي ولا؟ بليف ابستيمولوجي ابستيمولوجي بشر تروث انطولوجي لا جستيفيكيشن حتى هو به. سؤال أدلتي على الشيء باش نعرفه تبي تكون قوية ولا قاطعة؟ راهو قوية لا تكفي، لا تكفي. يعني إذا كان في 1000 طالب في الجامعة وعرفت أن 999 نجحوا، رغم ما عرفتش أنك ناجح، رغم أن أدلتك 99.9 أنك ناجح، واضح؟ بعرفنا المعرفة بسيرتينتي شنو هي؟ شنو اليقين؟ شو الفرق بين اليقين والمعرفة؟ اليقين والمعرفة المعرفة ذات القرائن؟ اليقين تحقق الشيء هو فيها البيرسونال بليف طبعا المعرفة فيها البيرسونال بليف يعني لكن ما هوش يعني البليف بتاع السوسايتي هذا هو لا انا هل الايكويشن تنطبق على 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 البيرسون ولا ترجع السوسايتي الايكويشن الامامية ولا دي البي هنا؟ ان جنرال نو لا لا نحكوا على a certain person knows something اوكي يبقى هذا مثلا شخص لكن نرجع على السوسايتي على الظاهرة في المجتمع كيف فهم الناس لشيء ما ولا كيف اصلا شيء هو معرفة نحكوش عليه فهم نحن نحكو عليه معرفة المعرفة قد تكون معرفة عصير شخصا لكن ليش معرفة عصير المجتمع وين المجتمع عندما خالف بمعنى دخلي كملنا بمعنى نحكي على مستوى من ضمن التعريف المعرفة هي أفكار ومعتقدات اللي يكسبها الإنسان في حياته على بحث تعريفات المعرفة هذه الثقافة في بعض الكتاب والصحفيين هو تعريف
بس يعني اصطلاحا وهذا المتعارف عليه على الاقل في الفكر الفلسفي يعني اللي مهتم بهذه القضايا اصلا ان المعرفه غير الثقافه. لكن خلينا تو في السؤال المحدد اللي اطرحته، شو الفرق بين المعرفه واليقين؟ ها؟ انت متيقن من الشيء، انا انت متاكد، انت معناها عندك ادله. هل اليقين مرتبه اعلى من المعرفه؟ اوكي. انا بنقول على مستوى الابستمولوجي كبعض ما تقوليش المتيقن ادلته اقوى من العارف. ليش؟ لان ادله العارف اتفقنا انها قاطعه، اذا كان دليلك 99% ما يكفيش للمعرفه، بده يكون 100%. به والمتيقن شيء بيكون عنده اكثر من 100%. فيش حال اسمها درجة معرفتك. شيء يا تعرفه ما تعرفش. ما فيش نعرفه شوية. لأنك تحكي على جملة. اليقين يحسب عنه. نو. أنا بنقول المتيقن زي العارف. الفرق مش إبستيميك، سايكولوجيكال. المتيقن واخذها في المليان وخبط الطاولة. عند شدة اعتقاد، علاقتي بشدة اعتقادك، أدلتك شنو؟ كيف كيف الآخر؟ كيف كيف اللي عارف؟ يبقى شو فرق بينكم بالنسبة لي أنا؟ كيف تكون أدلة المتيقن أكثر من أدلة العارف؟ إذا كان أدلة العارف بالتعريف قاطعة، شنو أقوى من القاطع؟ ما فيش أصلاً. أوكي؟ فلذلك خلينا نقوله إنه على المستوى النفسي هناك فرق بين المتيقن والعارف، لأن المتيقن أشد اعتقادا فيما هو متيقن منه. لكن مش علاقة بيها أنا السيكولوجيا متاعته هو. أوكي. تقريبا هيك يعني أهم الأفكار اللي في ذهني بالنسبة للوحدة الثانية. الحقيقة الجلسة كانت مثمرة جدا، أنا عجبني الحوار. أنا عارف أن الجزء الأول من المحاضرة كان فيه شوي إرباك لأن خشينا في قضايا عميقة قليلا، لكن لاحظوا أن الأهم هو الجزء الثاني لأنه هو اللي فيه جديد بالنسبة للمحاضرة اليوم. وأشكركم.